السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم، معكم أحمد عاطف من قناتكم القاموس الإنجليزي لتعليم اللغة الإنجليزية. طبعا أنا بعتذر في البداية على طبعا الفترة اللي مش نزلنا فيها فيديوهات لظروف خاصة، بس إن شاء الله هنستأنف تنزيل فيديوهات بشكل منتظم بإذن الله تعالى. طبعا فيديو النهاردة هو من سلسلة أهم المصطلحات المستخدمة يوميا في مجال العمل والحياة عموما، فعشان مش هطول على حضراتكم ليتس جو. زي ما احنا ملاحظين في المصطلح الاولاني عندي هنا صورة من الظاهر ان اتنين قاعدين في مطعم طبعا وماسكين تقريبا الحساب في ايديهم، واحد منهم ماسك الحساب. فمصطلح النهاردة شباب هو on me. on me يا ترى يعني on me؟ تعالوا اولا نشوف التعريف باللغة الانجليزية وبعد كده نفسره باللغة العربية. say this if you want to pay for someone's food or drink. بستخدم المصطلح اللي هو on me عشان اقول ان الحاجة ديت على حسابي، لو احنا بناكل في مطعم يبقى الاكل ده على حسابي، بنشرب الشرب ده على حسابي. فتعالوا مع بعض نشوف كده. اللي على اليمين ماسك الفاتورة طبعا، واللي على الشمال بيتكلم بيقول له حتى هدفع، فرد عليه قال له ايه؟ it's on me you paid last time. هي عليا المرة دي، يعني الحساب عليا المرة دي، انت دفعت المرة اللي فاتت. It's on me you paid last time. كلمة paid يعني دفع الحساب. ف it's on me هي عليا المرة دي، يعني انا اللي هدفع، انت دفعت المرة اللي فاتت. More examples، تعالوا نشوف الامثلة كده. Lunch is on me today. Thanks Jack. It's my pleasure. يعني الغداء على حساب النهاردة، فرد عليه صاحبه قال له اشكرك يا جاك، ده من دواء سروري. More examples، امثله كمان. Let's split the check. يعني تعالى نقسم الفاتوره او الشيك ما بين انا وانت، يعني انت تدفع النص وانا النص. قال له no the drinks are on me today. لا، المشروبات على النهارده. فده المصطلح الاولاني on me يعني على حسابي. وفي كمان مصطلح بيستخدم برضو اللي هو it's my treat. my treat يعني برضو على حسابي. المصطلح التاني معانا النهارده هو stuck in traffic. طبعا الصورة دل على معنى المصطلح stuck in traffic، يعني محشور في المرور، يعني يعني في ازدحام مروري. stuck in traffic عالق في ازدحام مروري. تعالوا كده نبص على الصورة ونشوف هو بيقول ايه. Sue I'll be home late I'm stuck in traffic. طبعا اللي كان لسه بيتغدى مع صاحبه بدأ يركب عربيته وماشي طبعا بيها، فطبعا وقع في ازدحام مرور وهو كان رايح البيت بتاعه، فبيقول طبعا لإيه؟ للمتحدثة معاه. سو I'll be home late، أنا هتأخر على البيت. I'm stuck in traffic، أنا محشور في المرور أو عالق في ازدحام مروري. تعال ناخد more examples. Sorry I'm late I was stuck in traffic for an hour. أنا آسف أنا متأخر، كنت طبعا عالق في ازدحام مروري لمدة ساعة. مثال كمان. There is no point in driving downtown during rush hour. You'll be stuck in traffic. There is no point معناها مفيش فايدة إن أنت تسوق العربية بتاعتك وسط البلد خلال ساعة الإيه؟ ساعة الذروة. rush hour اللي هي ساعة الذروة اللي كله بقى إما راح مروح أو كله طبعا معظم الناس بتكون في الساعة ديت مروحة البيت، فيكون في ازدحام شديد جدا. فقال له خلاص انت كده كده stuck in traffic. طبعا هنا تعريف لكلمة rush hour اللي هي ساعة الذروة اللي هي the times of day اللي هي الوقت من النهار اللي فيه بيكون المرور مزدحم جدا. when many people are traveling to or from work، بيسافروا اما الى العمل او من العمل. يبقى الساعة اللي هي رايحين العمل فيها دي بنسميها rush hour، اللي جايين من العمل فيها rush hour. المصطلح الثالث والأخير معانا it slipped my mind. it slipped خلال تي it slipped لإيدي بنطقها تا تا سريعة. it slipped my mind يعني إيه؟ يعني أنا نسيت. أنا إيه؟ نسيت. طبعا زي ما احنا شايفين طبعا لسه واصل أهو من الزحام المروري، فدخل البيت. فالولد الصغير بيقول Dad you forgot my birthday party. you forgot my birthday party يعني انت نسيت حفلة عيد ميلادي يا بابا. قالوا I'm sorry Tommy. آسف يا Tommy. it slipped my mind يعني slipped my mind يعني انا نسيت، يعني راحت عليا معلش.
more examples. Did you mail my letter? انت بعت الميل بتاعي، الخطاب بتاعي، بعته ايميل. قال له oh it slipped my mind and نسيت، I'll do it tomorrow. فانا اقول I forgot. هنا بقى مصطلح جميل جدا، يبين شوية ان انا professional في عملية المحادثة، ويبين مدى يعني الفلوينسي بتاعتي، الفصاحة بتاعتي في التحدث واللغة الانجليزية. فبدل ما اقول بقى، بدل ما تقولوا بقى I forgot، استخدموا المصطلح ده it slipped my mind. مثال كمان I was supposed to meet Fred last night. أنا من المفترض إن أنا أقابل Fred last night، الليلة اللي فاتت، but I forgot، أنا نسيت. يعني بقى it slipped my mind. دول المصطلحات التلاتة بتاعت النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.